السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة حنان الرباطي حنان فلوق، لبست عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وكيف ما العادة معكم فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كيف دايرين؟ لبست عليكم كيف ما كتشوفوا، بديت لكم الفيديو من الزنقة. هنا كنت مشيت عند واحد السيدة للمستشفى ديال مولاي عبد الله، طلينا عليها مسكينة. تنتمنى من الله ان الله يشافيها يا ربي ويعافيها ويشافي جميع المسلمين. كانت دارت واحد لوبيراسيون، وصراحة ديك السيدة جارتنا، مشي نحن والعائلة شفناها. نتمنى من الله انها ينزل عليها الشفاء يا ربي العالمين. اخوان اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، نتمنى منكم انكم تدعوا مع مسكينة بالشفاء، صراحة انسانة طيبة وتستاهل دعواتكم. دعوا معها، الله يجازيكم بالخير. مهم كيف ما كتشوفوا، من بعد هنا ما كنت مشينا طلينا عليها. نهار الحد مشيت انا والزوج ديالي ومشاو مولين الدار كاملين. من تما من السبيطار مشيت خرجت، ممكن دايرين صراحه حنا بروغرام اننا غنخرجوا من الصباح. مي منين السيده مريضه قلت لراجلي خصنا نمشيو نطلعوا عليها، وداكشي اللي كان مشينا الحمد لله شفناها كيف بقات، ومن تما خرجنا. المهم كيف ما كتشوفوا اخوتي، هنا شدينا الطريق ديال تمارا. المهم وصلنا لتمارا، كنا غاديين لواحد البلاصه اللي معروفه، دار الفواكه في تمارا، يعني ما كاينش شي واحد ما غاديش يعرفها، سورتو الناس ديال الرباط. صراحه عندهم داكشي زوين بزاف بزاف والله. انا صراحه كتعجبني الماكله ديالهم. الناس اللي هم انا هانتوما غادي تشوفوا دابا النعت ديالها، هي جات حدا مشوات احمد. مشوات احمد خلاص مختصين غير بالمشاوي واللحم والكفته. هذه هي مشوات احمد، وهذه دابا اللي انا كنوريكم المنيو فيها، هي دار الفواكه. الصراحه عندهم اثمنه مناسبه وعندهم داكشي زوين، تستاهل ان الانسان يمشي لها مع العائله ولا الوليدات ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا شفنا، خديت انا خديت بيتزا فروي دماغ، راجلي خدا بيتزا ديال لاداند، خدينا لي جو، خدينا اورانج. المهم صراحه وكنا غناكلو تما سلطه، مي صراحه انا قلت له غير هذه راه بركه، خدينا سلطه ديناها معنا جبناها معنا للدار. المهم هنا كيف ما كتشوفوا بيمشينا ندورو شويه، يعني الانسان كيكون لا سومين كامله وخدام، ضروري واحد النهار كيخوي ديك الطاقه السلبيه ديال الخدمه والعيا. المهم هنايا مشينا للطريق هرهوره، البحر ديال سيد العابد زدنا من حداه. المهم صراحه درنا شويه، كنمشيو كنوقفو كنمشيو كنوقفو، حتى صراحه حتى عييت، وليت تنقول لراجلي صافي بركه عليه، قال لي لا لا باش ما تعاوديش تقولي لي الخروج. المهم بقينا غاديين كهكاك. البلاصه اللي كتعجبنا كنوقفو فيها شويه اولا كنجلسو فيها شويه، حتى مشينا لواحد البلاصه صراحه اللي عجبتني وزوينه. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا كنصور معاكم هاد المناظر. صراحه هنا في حدا القصر، حدا القصر اللي كاين في ما بين جاف الدخله ديال بوزنيقه. المهم كيف ما كتشوفوا صراحه المنظر واعر، ومع ديك الوقيته كيكون كيبدا الغروب ديال الشمس كيبدا يبان، صراحه واحد المنظر حدا البحر ما نقولش لكم البنات، رائع بزاف، كيخليك انك تبدي الجو، كتحسي براسك بحال درتي الفيدون جر راسك. والله واحد الاحساس كتحسي به زوين، سورتو حدا البحر. انا كيعجبني، انا من المحبين ديال حدا البحر. المهم كيف ما كتشوفوا بقينا كندورو شويه هنا بالموتور. هنا كيقول لي راجلي راه هنايا كان واحد الكلوب، هنا كاين هادي هنا. المهم كيوريني زعما دوك البلايص، صراحه عجبني الحال، دازت خرجه زوينه بزاف. المهم ما نطولش عليكم الهضره، نخليكم مع شويه ديال الموسيقى. Thank you.
هنا يا حبيباتي كنا جينا للبحر ديال هرهورة لسان جيرمان. هاد البلاصة ديالي اللي كانت صورات فيها يسرى ومرة كينو فيرو هما فين كانوا كلاو غلالة ومشاو عند هاد السيد هذا، كانوا خداو ديك السميتة ديال الحلوة ديال سنيدة اللي غنشاركها معاكم. مشات لي سميتة. مهم صراحة داك النهار داز زوين زوين بزاف. مشيت عندهم كليت عندهم غلالة داك الناس. هاد السيد مسكين تا هو الله يعمرها دار عنده هاد ديال سنيدة كتجي بحال الصوفة زوينة صراحة تا هي. مهم داك النهار بحال شي درية صغيرة فما بان ليا تجبد لي حاجه كنقول لراجلي هادي. المهم داك النهار بحال مخرج شي بنيته صغيره وصافي. الله يسمح ليا منو حتى هو مسكين والهلا يخطيه. المهم صراحه داك النهار دازت عشية زوينه عجبني الحال صراحه. هو سان جيرمان عامره بزاف الناس العائلات كاين كيدي الوليدات كيديو الناس الكراسه ديالهم كيديو الكوتي ديالهم كيجلسوا تما صراحه. واحد الجلسه زوينه وما نكذبش عليك صراحه اللي عنده ترونسبور يعني من الاحسن انه يمشي لديك البلاصه زوينه والله زوينه بزاف. المهم نخليكم حتى الاخير الفيديو ونتمنى من الله انه ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وما تنساوش لي لايك والبارتاج الى عجبكم لا فيديو الى الناس كانوا كيبغيو بلايصات زوينين. ان شاء الله غنبقى نشاركهم معكم اي بلاصه زوينه مشيت لها غادي نشاركها معكم. شكرا لكم بزاف الى فيديو جاي. مع السلامه.